استقبل سموه رعاه الله رئيس وفد وأعضاء ولاعبي نادي ريال مدريد الإسباني وسفير مملكة أسبانيا لدى دولة الكويت أنخيل لو سادة، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. قد رحب سموه رعاه الله بهم في بلدهم الثاني الكويت، متمنيا سموه حفظه الله لهم طيب الإقامة ودوام التوفيق والنجاح. كما أشاد سموه رعاه الله بلعبة كرة القدم للتواصل بين الشعوب من أجل الرياضة الشريفة والسلام في العالم وخدمة البشرية. من جانبه قدم سفير مملكة إسبانيا شكره وعميق امتنانه للرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مؤكدا أن زيارة الفريق تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين. أود أن أرحب بضيوفنا الكرام هنا، فريق ريال مدريد، الفريق الذي نعتز فيه. Bienvenidos al equipo de Real Madrid que todos lo queremos mucho aquí. وأود أن أهنئهم أولا على البطولة فيما يتعلق في الدوري الإسباني. Felicidades por ganar la Liga Española. وأهنيهم بالنسبة إلى وجودهم هنا في الكويت الذي نحن
شعب الكويت كله يرحب فيهم في الكويت. Y felicidades por venir aquí a Kuwait, que ya saben que Kuwait. ريال مدريد فريق يعني الإنسان دائما يعتز فيه. El equipo prestigioso de Real Madrid no se considera solamente un equipo español, es un equipo internacional. Todos lo queremos muchísimo. Es para todo el mundo. ويعتز في كل فرد من أفراد الفريق. Todos los miembros del equipo son bien queridos. وعلى رأسهم مدربهم. Presididos por el entrenador. أهلا وسهلا فيهم هنا في الكويت. Bienvenidos a su país, Kuwait. وأتمنى لهم إن شاء الله إقامة طيبة. Espero que tengan buena estancia. أكرر الترحيب فيهم جميعا. Bienvenidos otra vez a todos. سواء لاعبين. Los jugadores. أو مدربين. Los entrenadores. أو مساعدين. Y todos los asistentes. للفريق فأهلا وسهلا فيهم. Bienvenidos otra vez. شكراً لنائب الرئيس، أنا لم أذكره في كلمتي فأرجو أن يحمل تحياتي إلى الرئيس، رئيس النادي، وأنا بعرف أن النادي يسمى الفريق الملكي ويستاهل هذه التسمية، وأنا أعتز بجلالة الملك الإسباني وهو صديق وأخ، فأرجو منهم جميعا أن يحملوا تحياتي وتقديري واحترامي لجلالة الملك الإسباني. Your Highness, it's a great and special honor for me. صاحب السمو، إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن أكون هنا مع فريق ريال مدريد، وخاصة في تنظيم هذا الحدث الفريد، وهو فريد لأننا موجودون في هذا المكان الفريد، وأيضا لأننا مع فريق فريد هو ريال مدريد. أعلم أن جلالة ملك إسبانيا سعيد اليوم بهذا الحدث، ولهذا فنحن جميعا ننعم هنا بضيافة متميزة جدا من قبل الشعب الكويتي. وهذه مناسبة خاصة، كثير من الإسبان والكويتيين يجتمعون الآن في هذه المناسبة. ريال مدريد فريق عالمي وأيضا هو فريق إسباني، فهو سفير لإسبانيا. أنا فخور بعمل الحكومة الكويتية. أشكركم يا صاحب السمو وأشكركم جدا على حفاوة الاستقبال والضيافة. I just give now the floor to the head of the delegation, Mr. Otero. And again, thank you again for all what you have done for us. Thank you. أنا رئيس الوفد السيد خوسيه مانويل أوتيرو، حفاوة الترحيب والضيافة التي حظي بها الوفد خلال هذه الزيارة. Para mí, como jefe de la delegación del Real Madrid, es un grandísimo honor. كرئيس وفد ريال مدريد لي كل الشرف. Saludarlo en nombre de nuestro presidente que no ha podido desplazarse con nosotros y agradecerle que nos haya dedicado una parte de su valiosísimo tiempo para recibir a esta delegación. الترحيب بالنيابة عن رئيس ريال مدريد الذي لم يستطع الحضور وعلى حسن ضيافتكم لنا. Venimos a Kuwait en el mejor momento de esta temporada, cuando el equipo ha conseguido ganar la liga con unos números que difícilmente serán repetibles. جئنا في أفضل الأوقات خصوصا بعد الفوز بالدوري الإسباني وكلنا سعداء بهذا الحدث. Esta generación de jóvenes que lo han saludado usted que forman el equipo han pasado la historia del Real Madrid y estamos orgullosos de venir a Kuwait a jugar con la selección de ustedes. هذا الجيل الشاب الذي جاء لكم اليوم فخور جدا ويعتز بمجيئه لدولة الكويت. Todos habíamos oído hablar de la hospitalidad del pueblo árabe y hemos podido comprobar en esta corta estancia
esta ciudad, que nos han tratado ustedes maravillosamente, por lo cual en nombre del Real Madrid le doy las gracias. جميعنا سمعنا من قبل بالكرم كرم الضيافة العربي ورأينا بعيننا هذا الكرم. شكرا جزيلا لحسن الضيافة والكرمكم. شكرا جزيلا. And we play with the best team because we want to show the awareness and all the people in Kuwait what is the real Real Madrid. So it's been what we are waiting for it now. And I know we are not at the level of Real Madrid, but we will be learning from it. We will enjoy the match. We will be learning from your team. You and all the young people around you. وقد أهدوا سموه رعاه الله هدية تذكارية بهذه المناسبة. وحضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميرية شيخ علي جراح الصباح وعدد من كبار المسؤولين بالدولة. Sign of the old player. Yeah.